اليوم الثاني على التوالي تستمر توابع الزلزال المدمر والأليم الذي حدث فجر الأمس جنوب تركيا والشمال السوري الأرقام الأخيرة الرسمية المعلن عنها من قبل تركيا وسوريا تجاوز أعداد ضحايا الزلزال أكثر من خمسة آلاف حالة وفاة رقم الضاعف أكثر من ضعف من امبارح وأكثر من أربعة ألف جريح اما استلاف حاله وفاه و ألف جريح ربنا يرحم الضحايا ويتقبلهم شهداء ويصبر اهاليهم ويربط على قلوبهم ويعجل بشفاء المصابين اوضاع في غايه الصعوبه حياه في تركيا وسوريا في الساعات الفائته المصاب اليم وكل شويه بتزداد مساحات في هذا المصاب من ساعات اعلن رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة في جنوب تركيا كان أمس أعلن حالة الحداد في تركيا لمدة سبعة أيام في نفس الوقت الدفاع المدني السوري حذر من أن مئات العائلات ما تزال تحت الأنقاض حتى الآن مئات العائلات ما تزال حتى تحت الأنقاض حتى الآن تركيا دي اخر الارقام اللي أعلنها اعلنت عنها اداره الكوارث والطوارئ. افاد تعلن ارتفاع حصيل الضحايا زلزال تركيا الى 4544 قتيل و26751 مصاب. ارقام يعني حقيقه مهوله ومؤلمه جدا في سوريا الشمال السوري تحديدا الوضع بقى في غاية الصعوبة. حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس ربنا يكون في العون. حقيقة ربنا يكون في عون. الوضع صعب جدا. ربنا يرحم اللي توفوا بندعي المصابين بالشفاء العاجل، ربنا يربط على قلوب أهاليهم. دي آخر أرقام اللي أعلنها الدفاع المدني السوري. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا لأكثر من 1020 حالة وفاة وأكثر من 2400 مصاب العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض فرقنا تواصل عمليات البحث والإنقاذ طبعا معرفش حضراتكم ملمين أنه كمان في تركيا في عدد كبير من الضحايا من السوريين لانه بطبيعه الجغرافيا المنطقه دي اللي هي ملتصقه بسوريا ففيها عدد سوريين كبير حقيقه والمنطقه دي المدن دي في جزء منها المدن الوحيده اللي في تركيا بتتكلم عربي يتكلموا عربي فبيتواجد فيها كمان اشقاء سوريين كتير فالمصاب والالم السوري والعربي مضاعف مشاهد اللحظات الأولى للزلزال بدأت تنتشر على مدار الساعات الأخيرة في تركيا وسوريا الدقائق الأولى لوقوع الزلزال كانت مرعبة دي الجملة المشتركة بين أي حد حتى شفت امبارح فيديوهات لأشقاء لينا في الكويت كانوا في الكويت بعتت الطيارة مباشرة عشان إجلاء رعاياها كل حد في صدمة بيقول يعني 30 ثانية شفنا فيها الموت اكتر لحظات حياتنا رعبا رعب الاهالي الاطفال العائلات زلزال لم تشهده المنطقه زي ما قلت لحضرتك بالامس من سنه تسعة 39 تخيلوا مع التلج والبرد الألم بيزداد أضعافا مضاعفة درجات الحرارة قريبة من الصفر عمليات البحث والإنقاذ مستمرة يعني على قدم وساق في كل المناطق المتضررة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي تتولى زمام المبادرة في تركيا في سوريا الدفاع المدني السوري والخوذ البيضاء اكيد عارفينها وهيئه الاسعاف تتولى عمليات الانقاذ كل ساعه بينشروا ارقام وعدد الضحايا والمصابين ويبشروا بمن تم انقاذهم افاد اعلنت قبل وقت قليل انقاذ اكثر من 6000 شخص تحت الإنقاذ في الولايات الجنوبيه في تركيا 6000 شخص تم انقاذهم من تحت الانقاض في الولايات التركية الجنوبية ودي جانب من عمليات الانقاذ التي لا تتوقف ولو لثانية لما الألم يهدأ مع مرور الوقت تعرف كل حاجة بتولد صغيرة وتكبر إلا الألم من فضل ربك يبدأ كبيرا ورحمة بالبني آدم الضعيف بتخف حدة الألم مع الوقت لما الألم يهدأ مر الأيام كمية القصص الإنسانية التي يعني تعجز عنها الأفلام في تلك المأساة بلا حصر سواء في تركيا أو في سوريا. كمية القصص الإنسانية و وآلاف البشر اللي كانوا على موعد مع القدر، حقيقة هتعمل أفلام قوية جدا. كل اللي القاسم المشترك من كل الناس اللي راحوا بينقذوا هناك والمشاركين في عمليات إنقاذ سواء متطوعين أو من البتاع هو انك مهما كنت قوي في لحظات كتيره جدا ما تقدرش تمسك دموعك من الالم و... والموت اللي في كل بتشوفه في كل متر درجات الحراره زي ما قلت حضرتك تحت الصفر برد قارص تساقط للثلوج في تلك المناطق على مدار الايام الفائته لكن عمال انقاذ ربنا يبارك لهم ويجعلهم ميزان حسناتهم في سوريا وتركيا لا يتوقفوا عن البحث. أنت عارف لما تقعد تبحث وأنت عارف إن كل ثانية ممكن تفرق. تبحث وأنت بيتهيألك إنك سامع صوت أو سامع صوت حقيقي. تبحث وأنت طفل بيستنجد بيك تحت الأنقاض. شيء صعب جدا. جميع الولايات والبلديات في تركيا فتحت باب التطوع للمواطنين للذهاب للمساعدة في عملية الإنقاذ. المواطنين والمقيمين حقيقة في كمية مصريين راحوا كتيره جدا وسوريين وعراقيين وناس كتيره جدا راحت تطوعت ولم تتاخر ده المشهد امس ليلا في مطار اسطنبول والناس ايه رايحه على موقع الزلزال المشاهد زي ما قلت حضراتكم مؤثرة جدا لعمليات الانقاذ في الشمال السوري او في تركيا بكاء صراخ نداءات استغاثة من جميع الاعمار وخاصة الاطفال مشهد في غاية الصعوبة ربنا يكون في عون اهلنا وناسنا في تركيا وسوريا منظمات اغاثية دولية ودول ومؤسسات مجتمع مدني بدرت على الفور بارسال فرق, فرق انقاذ ومساعدات بشرية للمناطق المنكوب طبعا الدول اللي, اللي بعتت لتركيا اكتر من الدول اللي بعتت لسوريا للاسف الشديد وقلت لكم بالامس انه الوضع السوري يعني اكثر صعوبه لاسباب لا تخفى على حضراتكم في الاخر تركيا دوله واقفه على حالها سوريا الوضع انت فاهم لا دوله ولا اي حاجه يعني الوضع صعب جدا اخوه والاشقاء الجزائريين كانوا من المبادرين حقيقه فورا وفي صمت بعثوا لسوريا تحيه والف تحيه حقيقه الناس المتابعات الشعب التركي المؤسسات التركيه اظهرت تلاحم شديد في تلك الازمه تمشي في اي منطقه في تركيا تلاقي مناطق للتبرع بالدم طبعا دماء مهمة جدا يعني دي برضو من الحاجات اللي نقدر نعملها لو مش قادرين ماديا على المساعدة ندعي ونتبرع بالدم ده مهم جدا جدا مراكز تمشي تلاقي كل شوية مراكز تبرع بالدم مراكز لجمع المساعدات قوافل المساعدات الجاليات العربية في تركيا شغالة بشكل رائع جدا تلاحم وترابط قوي جدا بين الناس وبعضها مؤسسات الدولة بالكامل شغالة على الموضوع باختلاف الأدوار أو شؤون دينية تفتح المساجد للأهالي دعاء وقراءة قرآن وتكبيرات بعد صلاة العشاء بلديات على مستوى تركيا شغالة بكل إمكانيات وزارة الشباب والرياضة مراكز الشباب وزارة التعليم كارثة قوية جدا النوادي الرياضية الكبرى استادات كله شغال في وقت واحد للتخفيف من أثر النكبة الكبيرة صلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه وتم التسليم آه طبعا احنا مشاهد كثيره صعبه جدا مش بنعرضها لحضراتكم الحكايه مش ناقصه صعوبه يعني مشاهد صعبه جدا جدا والله اليمه الواحد ما بيقدر يكمل الفيديوهات انا مش عارف الناس بتعرف ازاي تنشر تلك الفيديوهات والله انا بعرض لكم يعني اليسير من تلك الفيديوهات النذر اليسير يعني فيديوهات تقطع القلب وضع ماساوي في غزه عنتاب ومرعش وادمن وهاتاي على ذكر كان في مشهد مؤثر جدا للشيف الشهير بوراك الناس متعوده على ابتسامته في فيديوهاته لكن بوراك ابن مدينه هاتاي التركيه واللي بيتحدثوا العربيه وجه رساله للعالم كله بتقديم المساعدات لاهله وناسه في هاتاي وغيرها من المدن التركيه وفي الشمال السوري وهو بيناشد لم يتمالك نفسه زي الجميع <applause> <applause> ربنا يلطف بالجميع براك من الشخصيات اللي, اللي حقيقة مشهوره بالمساعدات والتضامن مع اخواتنا في فلسطين وسوريا واليمن وافريقيا ولا نزكي على الله احد وكتبت عليه الأقدار ان براك المره دي يوجه المساعدات لاهله واهل مدينته ناشد الجميع بكل ما يملك من قوه لتخفيف الازمه اللي بيعيشوا فيها مشهد في تركيا زي سوريا غايه في الصعوبه والحزن والالم تركيا حكومية سواء كانت المؤسسات أو غير رسمية والدعم الشعبي اللي بقول لك عليه الرائع حقيقة والتضامن الكبير جدا لكن الأزمة والكارثة أكبر من كل تلك الإمكانيات والمساعدات فما بالك فما بالك الوضع عند أهلنا في سوريا شمال السوري حرب دمرته 12 سنة وقضت تماما على البنية التحتية فيه لك ان تتخيل مدى صعوبه الوضع، عايز اقول لك ان اخواتنا اللي في الشمال السوري والشمال الغربي يعني جزء كبير منهم فروا من جحيم بشار، وقصف بشار، كيماوي بشار، وبراميل متفجره بتاعت بشار، جزء كبير منهم شاف الموت بعينه اكتر من مره وربنا كتب عليهم لحكمه لا يعلمها الا ربك حقيقه بشوف ناس انه يعيشوا الالم ده مره تانية بشوف ناس يعني كلام لا يليق بالله عز وجل وليه استغفر الله العظيم ما وده يحصل ليه وليه الاطفال يحصل لهم كده كلام ما يتقالش اطلاقا كلام يعني يعني عشان كده دايما بنحكي خواتيم سوره الكهف. مهمة جدا، مهم الناس دي شافوا الموت بكل اشكاله، بكل اشكاله. وربك ليه حكمة. 26 ساعة عمل متواصلة حتى اللحظة، إخراج العالقين والضحايا من تحت الأنقاض، إخراج الزن اللي ضرب شمال سوريا في ليلة الأمس وتركيا. الوضع مأساوي جدا صعب انه ينوصف بكلام صعب انك تعبر عنه دول بأكملها تعجز او تضعف امام هيك كارثه تستنفر كل طاقتها البشريه والماديه فما بالك بالشعب صار له 12 سنه عم يتحارب ما عنده اي مقومات الامن والسلامه او اي بنيه تحتيه الشعب السوري الحبيب والشقيق والغالي وكانه وحيدا في هذه المحنه والكارثه الا من رحم ربك. طبعا تركيا بتحاول تساعد بس تركيا غرقانه كلها في مصيبتها فمهما ساعدت الجزائر ساعدت مستوى المساعدات لسوريا شيء يندى له الجبين. في بعض الدول قريت خافت انها تساعد خوفا من امريكا عشان بشار وبوتين وبتاع والحكايه مالهاش دعوه ببشار وبوتين في الانسانيه دي لحظه ما فيهاش اي حسابات لحظه يجب ان تسقط فيها كل الحسابات تحت الاحذيه فرق الانقاذ والدفاع المدني السوري والخوذ حقيقه بيقتلوا بي بي مش بيكافحوا باقل الامكانيات أرواح تحت الركام متخيل أنت في ناس عايشة تحت الركام وممكن تكون سامحها أو مش سامحها وبالساعات تنتظر الأمل الأمل إيه الامل, الأمل؟ إن حد يخرجها من تحت تلك الأنقاض من تحت هذا الظلام الدامس مشهد قاسي رسموا الزلزال المدمر في مدن الشمال السوري اللي دمرتها الحرب قبل ما يكمل عليها الزلزال وسبحان من يسال ولا يسال ربنا مع اهل سوريا اكرر الرجاء والنداء بل الاستعطاف اذا حبيتوا تسموه سوريا صفر امكانيات والكارثة فيها لا توصف لا تستحقر اي دعم دعاء مال اي شيء تقدر عليه عمليات البحث مستمرة في سوريا اليوم الثاني على التوالي الدنيا هناك غاية في الصعوبة ربنا يجعل في مزال حسنات فرق الإنقاذ اللي في سوريا اللي شغالة بأقل أقل الإمكانيات ربنا يجعل عملهم خالص لوجهه ويطيبهم عليه خير الثواب والجزاء والجزاء ما فيش أي مبالغة في ان موجود تحت الأنقاض مئات العائلات بالكامل حتى الساعة. عدد الأبنية المدمرة عدت ال 250 مبنى. مدمرة أكتر من 250 مبنى، متخيل حضرتك متخيل دول محتاجين عربيات و... ومعدات قد إيه؟ لإنك بتسابق الزمن. في ناس أحياء لحد اللحظة. آلاف المباني تضررت بشكل جزئي أو بشكل شبه كامل. أعضاء فرق الإنقاذ والدفاع المدني على مدار الساعة. رسائل استغاثة للعالم كله أنقذوا سوريا. فرق الدفاع المدني مستنفرة في كل مكان. في جميع الاماكن في شمال غرب سوريا بالاماكن التي ضربها الزلزال كارثه انسانيه تحل بالسوريين في شمال غرب سوريا اكثر من 250 موقع تدمر بشكل كامل واكثر من 400 مكان تدمر بشكل جزئي فرق الدفاع المدني مزدفره بجميع الامكانيات من فرق واليات ثقيله ومعدات انقاذ لانقاذ الناجين من الانقاذ اصوات العالقين من الانقاذ في كل مكان فرق الدفاع المدني تعاني بصعوبه كبيره من وجود الاليات الثقيله نتيجه المساحه الجغرافيه الكبيره المتضرره نناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الإنسانية القادرة على تقديم المساعدة أن لا تتوانى في تقديم المساعدة لهذه للمدنيين ولفرق الدفاع المدني أطفال سوريا الأبطال 12 سنة هذا الشعب يعاني من ويلات حرب غير مسبوقة الأطفال اللي ولدوا في مناطق الحرب تحت ويلات القصف والمعارك أظهروا جرأة وشجاعة وبطولة سبحان ربك في التعامل مع تلك الكارثه وكان كانوا يعني بيعدوا لتلك اللحظه هارون طفل بكتيبه رجاله ساعد فرق الانقاذ انها تنقذه يلا, يلا هارون يلا شوف الحشره بدها تعصيك نشيل لك اياها اسحب حالك يلا هارون يلا, يلا, يلا. يلا, يلا. يلا. البدايه قول عليها نشيل شلك اياها خليه يريح خليه يريح بدي اياك لورا علي راسك من ورا علي راسك ساعدني

آلاء لقيوها بعد يوم ونص تحت الأنقاض. بتحمي راس أخوها. شوف مدى القهر والحزن والمعاناة اللي عاشها وبيعيشها هذا الشعب. الشعب السوري الشقيق. بألعاب لك شو؟ آلاء يا آلاء أنا مع أنا ولا كلمة آلاء أحسن منك. طب إذا جبت شو؟ طالعين؟ بقولك يعني تتضاءل كل الأفلام بتاعت المآسي في نوع حكي حكيت لكم عنه من المعاناة ما حدش كتير خد باله منه وهو إن المعاناة السورية مضاعفة تركيا برضو. المناطق اللي ضربها الزلزال في تركيا معروفه بانتشار السوريين فيها زي غازي عنتاب وكهرمان مرعش وهاتاي. المناطق دي بيعيش فيها اكتر من 2 مليون سوري. فضحايا الزلزال السوريين مش بس في سوريا. اكتر من تلت عدد الضحايا السوريين في تركيا. الكارثه مضاعفه. والأرقام اللي هتخرج النهائية بعد أن تتكشف الغمة بإذن ربك هي أرقام مرعبة ساعة ثانية ما حد أي هاي الناس اللي الساعة هون عم نشيل بإيدينا ما عم نقدر نعمل شيء من الناس إن شاء الله إذا في حدا دول الولايات كلها تجي هون تبعث على الريزيدنس وعلى كل المجمعات الموجودة عيالنا جوا وما بنعرف عنا شيء وعم نسمع صوت الناس وهذا الحكي هلا صار الساعة 3 بالليل بعد ثاني يوم صار له أكثر 24 ساعة الزنداز الزنزانة جانا مئية مسن مراكيت ما إن شاء الله قلجك مراكيت ما يا الله عدو الأسرع يا الله سام بدوايت سام بدوايت الله ها ذكرت كل هذه الولايات غير بالزاوية فقط فريق واحد عم يشتغل بس موضوع اكبر من هيك بكتير شخص صار له اربع ساعات عم يطالعوا فيه في مئات الاشخاص هون عم بتصيح عم نسمع صوت او بنحكي معه ومنه الناس ما بعرفين يا عيوني انت يا رب يكونوا يكونوا البقيانين ما بعرف طيب لسا بصيح لسا بصيح؟ طيب بصيح مين بده يشيل لك يا جماعه يا الله بدنا فرق بدنا عالم اليوم لازم يوصلوا اليوم اليوم فرق بدك اليات هاد تشيل كارثه مكتمله أركان مشاهد ولاطات تبكي توب... القلوب ولو كانت كالحجاره قفت دموع العيون وبقت ال... القلوب هي اللي بتبكي على مئات الضحايا والمصابين والعالقين تحت الانقاض اللي بيخت... بتختنق انفسهم تبقى سامحهم بيطلبوا المساعده ساعه ورا ساعه تلاقي الصوت بيخفت واذهب لحظات لا توصف من الحزن والقهر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل استغاثات تلوى استغاثات ومطالبات بالتبرع في سوريا وقت بدا ينفذ ومئات العائلات ده الدفاع المدني السوري موقعه الرسمي ما تزال عالقه تحت الانقاض تويتر كل ثانيه قد تعني انقاذ روح نناشد جميع المنظمات الانسانيه والجهات الدوليه لتقديم الدعم المادي ومساعده المنظمات التي تستجيب لتلك الكارثه ومساعده ضحايا الزلزال بشكل عاجل نناشد جميع المنظمات الى تقديم الدعم المادي والمساعدات في وقت زي ده لو كانت مصر في وضعها الطبيعي كنت مش هتبقي الطبيعي انك كنت هتشوف قوافل مساعدات لا تتوقف من الشعب المصري والشارع المصري وقوافل بشرية على مد البصر تتوجه لإنقاذ في سوريا آه والله أقولها, أقولها يقينا هتلاقي كل حارة وشارع في مصر بيلم أكل وبطاطين ومعونات لإخوانه في سوريا لكن لعنة الله على الظالمين اللي وصلونا لتلك المرحلة